مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، حضر نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان قداس منتصف الليل بكنيسة المهد في مدينة بيت لحم، حيث نقل الوزير كريشان للرئيس محمود عباس تحياتي وتهاني جلالة الملك والحكومة والشعب الأردني لكافة المسيحيين في الأراضي الفلسطينية بهذه المناسبة المباركة. المزيد حول احتفالات بيت لحم بالعيد المجيد في تقرير مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة، من هنا ومن مغارة المهد بقلب مدينة بيت لحم ولد لنا المخلص وهو المسيح الرب. من هنا بدأت ولادة النور التي أضاءت قلوبنا وحياتنا، وها هي كنيسة المهد تعج بآلاف السياح إذاناً ببدء احتفالات عيد الميلاد المجيد. فاستقبلت مدينة بيت لحم في ساحة المهد غبطة البطريرك بيير باتيستا باتسابالا، وكان الاستقبال الرسمي قد بدأ منذ صباح يوم السبت من قبل المطارنة والكهنة ورجال الدين والقساوسة والمعهد الإكليريكي والوزراء والسفراء واللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس ورؤساء البلديات والمؤسسات الرسمية والرواد وأكثر من 3800 كاشف يمثلون 28 مجموعة كشفية من مختلف الأراضي المقدسة. وعند الوصول سيراً على الأقدام لساحة الكنيسة وسط معزوفات من قبل الفرق الكشفية، ألقى غبطته التحية للجميع وباركهم وسط فرحة عارمة. نشعر بالفخر أن في بيت لحم وبيت صحور وبيت جالة والمحافظة بكاملها بقراها ومخيماتها صمدت وستبقى صامدة، رغم أنه قدمنا 223 شهيد في العام الماضي، أعلى نسبة للشهداء منذ عام 2005، ومنهم الشهداء شيرين أبو عاقل الباسلة وناصر أبو حميد. ونحن نقول رغم كل هذا العذاب ورغم كل هذا التنكيل سينتصر إن شاء الله الشعب الفلسطيني، وسيأتي اليوم الذي تكون فيه بيت لحم مدينة ليس فقط السلام بل مدينة الحرية والكرامة للفلسطينيين وللعالم بأسره إن شاء الله. الآن منقول إحنا بالقدس الشريف إن اهتمام خاص بالمدينة المقدسة اللي بيحاول الحكومة المتطرفة الإسرائيلية هي الاعتداء على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية ومنع والاعتداء على ممرات الدينية المسيحية زي الباب الجديد وباب الخليل، ومحاولتهم دائما الاعتراض للمسيحيين من نشاطاتهم الكنائسية، وبيحاولوا الاعتداء على الرهبان في الممرات وكتابة الألفاظ البذيئة على الحائط، ومن ثم أيضا بيقوموا بيحاولوا يصادروا بعض الأملاك زي باب الخليل، هي كلها محاولات والهدف منها بالنهاية إنهاء الوجود المسيحي في المدينة المقدسة وباقي المدن الفلسطينية. هذا العام هو عام مختلف، يعني من بداية شهر 3 من هذا العام بدأنا نستقبل سواح من دول العالم، وأصبح هذا العدد بالزياد بشكل متواصل. حتى هذه اللحظة استقبلنا حوالي 700,000 سائح وصلوا لفلسطين، شهر 12 لحاله أكثر من 100,000 سائح. طبعا هذا العدد إذا ما قارناه بما قبل جائحة كورونا هو يعني عدد قليل، ولكن بالمقارنة بالسنتين الماضيات لا هو عدد جيد جدا. المؤشرات انه يعني رح يضل في تزايد في اعداد السياحة، وان شاء الله بعام 2023 ترجع السياحة مثل ما كانت قبل جائحة كورونا، وان شاء الله كمان تكون اكثر واكثر. اليوم نحتفل بعيد الميلاد بحسب التقويم الغربي ونستقبل غبطة البطريرك بيير باتيستا باتسابالا، وبهذا الاحتفال نحتفل بعيد السلام العالمي، لأن ملك السلام ولد في هذه المدينة، يسوع المسيح له المجد. وقد انتشرت رسالة السلام إلى أصقاع الأرض من مدينة السلام، من مدينة بيت لحم.
وكل عام وأنتم بألف خير. سعيدة جدا بالمشاركة بيوم عيد الميلاد المجيد، بيت لحم عاصمة الميلاد للعالم، وصرنا نشعر كلنا إنه صار التوب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من هذا الاحتفال باعتباره هوية وثيقة لمدينة بيت لحم والقدس، وإحنا حاطين تواب بيت لحم والقدس، بيت لحم هي توأم القدس والصبايا الرائعات. كل مرة أنا بجدد جيل جديد، وإن شاء الله يا ربي يضلنا ناس يكمل هذا المشوار، بكون سعيدة جدا لأن هذا جزء من تاريخنا وحضارتنا وتراثنا وهويتنا، وخصوصا بعد دخولنا اليونسكو بالإرث العالمي لليونسكو بحماية التطريز والتوب من السرقة والانتحار. كان يوم انتصار للثقافة الفلسطينية، كل سنة وشعبنا الفلسطيني بألف خير في الوطن وفي الشتات وفي الأسر، لكم كل المحبة إخواننا. وعند انتصاف الليل أقيم القداس الاحتفالي الذي ترأسه غبطة البطريرك وبمعاونة حشد كبير من المطارنة والكهنة والرهبان والشمامسة، وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد شتية، ومندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني حضر نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، الذي نقل بدوره تحيات وتهاني جلالة الملك عبد الله الثاني والحكومة والشعب الأردني، وبحضور عدد كبير من الوزراء والسفراء والقناصل والمؤمنين من مختلف أنحاء العالم. ولد المسيح، هللويا. ها هي أجراس المجد، أجراس بيت لحم، تدق لتعلن ميلاد طفل المغارة. هلموا ننشد ونبتهج بولادة طفل المغارة، لننشد أناشيد الابتهاج كما أنشد الرعى. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. فأهلا بك يا عطية الله، ولد المسيح فمجدوه. للنورسات مارلين الحدوة من مغارة المهد بيت لحم.